بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معنا باراجراف عن my daily routine أو روتيني اليومي. طبعا الباراجراف of 90 words تقريبا أو أكتر كمان بالنسبة للصف الثاني الإعدادي للمنهج الجديد اللي هو 2020-2021. طبعا الترم الأول unit 1. لو جينا نشوف الباراجراف اللي معانا again my daily routine روتيني اليوم، ولكن معانا البداية للحديث الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. يعني لابد أن احنا نحرص على صيام 3 أيام في الشهر وركعتين الضحى وأن أوتر، يعني ننهي اليوم بتاعنا بركعة وتر طبعا قبل أن أرقد، يعني قبل أن أنام. طبعا السؤال بيجينا في الامتحان write a paragraph of 90 words about عن my daily routine. قلنا my daily routine اللي هو الروتين اليومي. لو جينا نشوف الباراجراف اللي معانا، طبعا زي ما احنا متعودين بنعمل المقدمة اللي ممكن تديني درجات في الامتحان، وهي بعمل تقديم لنفسي. فلو جينا نقول ايه in the following lines، طبعا مقدمة تحفظ لان بحط فيها اي تايتل عنوان باراجراف ومنها بكسب درجات وبكسب عدد كلمات. طبعا بنبدأ بحرف كابيتال وبعدين بنحطه في الاسطوب في نهاية كل جملة، وبنبدأ الجملة التالية بحرف كابيتال، يعني بنراعي علامات البانكتويشن اللي هي علامات الترقيم. لو جينا نشوف الباراجراف اللي معانا in the following lines I will talk about my daily routine. In the following lines I will talk about my daily routine، يعني أنا هتكلم عن الروتين اليوم أو الروتين اليوم بتاعي. I am a student، يعني أنا طالب. I am 14 years old، أنا عندي 14 سنة. I am in grade 2، أنا في الصف الثاني الإعدادي. I live in دمياط، أنا بعيش في محافظة دمياط. ممكن أقول I live in Sinai، يعني I live in Cairo، I live in Giza، يعني زي ما أنا بعيش بكتب مكان. طبعا دي مقدمة بسيطة عن نفسي. Really my day is busy، حقا يومي مشغول. I get up at 6:30 in the morning. I get up يعني أنا بستيقظ at 6:30 in the morning في الصباح. I make my bed، برتب فراشي. Then I wash and pray، بعد كده بغتسل وبصلي، طبعا أو يعني معناها بتوضى وبصلي. I help mom at home، بساعد مامتي في المنزل. I set the table، بعد المنضدة. Then I get dressed، يعني برتدي ملابسي. I eat my breakfast، وبتناول إفطاري. I pack my school bag، I pack my school bag، يعني برتب حقيبة المدرسة. Then I walk to school، بعد كده بذهب مدرستي. My school isn't far، أنا قلت I walk to school يعني بمشي للمدرسة. My school isn't far، مدرستي مش بعيدة. So I arrive at my school early، عشان كده بوصل مدرستي بدري. I am so clever at school، أنا شاطر جدا في المدرسة. I always get the full marks at school، I always get، أنا دايما بحصل على أعلى الدرجات at school. My teachers love me، المدرسين بتوعي بيحبوني. I get home at 2 o'clock in the afternoon، أنا برجع على البيت أو بعود على البيت الساعة 2 الظهر. I have lunch at 3 o'clock، بتناول غدائي الساعة 3. In the evening، في المساء يا ترى بعمل إيه؟ I do my homework، I do my homework، بأدي واجباتي. I watch TV،
بشاهد التلفزيون. I text my friends، أنا بتراسل مع أصدقائي. I read on the sofa، أنا بقرأ في الكنبة، بقعد في الكنبة وبقرأ. Then I go to bed at 10 o'clock، وبعد كده بذهب للفراش ونام الساعة 10. As I do these things every day، وأنا بعمل الأشياء دي كل يوم. My mom is always happy، مامتي مبسوطة مني. My father is so kind to me، والدي بيتعاطف معايا. My father and my mother are proud of me، والدي ووالدتي فخورين بيا. Because I am so clever at school، لأني شاطر جدا في المدرسة. And so helpful at home، ومتعاون جدا في البيت. أجين الباراجراف، طبعا الباراجراف سهل جدا وبسيط وكلها simple sentences، ومعانا كلمات من المنهج الجديد اللي جاي لنا السنة دي، اللي هي I read on the sofa، وعندنا كمان I text my friends، استخدمنا كلمات المنهج الجديد. I do my homework، وفي نفس الوقت طبقنا زمن المضارع البسيط اللي هو present simple، اللي هو عبارة عن الفعل I والفعل في المصدر، سواء live سواء make سواء sit سواء get سواء do my homework watch tv text and so on. يبقى I والمصدر. ابتعدنا عن المضارع المستمر وعن الماضي البسيط. كل الباراجراف بتاعنا متركز على present simple لانه daily routine، يعني ايه؟ يعني حاجات متعود بمارسها كل يوم. يبقى هنا عادة يومية، عادة ايه؟ يومية. فلو جينا نبص تاني على الباراجراف I want all of you to read it، طبعا ده الباراجراف مجمل، انا عملته لكم في 2 باراجرافز، يعني باراجرافز تاني عشان نكبر فونت الخط. لو جينا نبص هو نفس الباراجراف بس كبرنا الخط. لو جينا نقرأه مع بعض تاني in the following lines I want all of you to repeat it after me، عايزة كلكم تقرأوا ورايا. In the following lines I will talk about my daily routine. I will talk about my daily routine. I am a student. I am a student. I am 14 years old. I am 14 years old. I am in prep 2. I am in prep 2. I live in Damietta. I live in Damietta. Really, my day is busy. Really, my day is busy. I get up at 6:30 in the morning. I get up at 6:30 in the morning. I make my bed. I make my bed. Then I wash and pray. I wash and pray. I help mom at home. I help mom at home. I set the table. I set the table. Then I get dressed. Then I get dressed. I eat my breakfast. I eat my breakfast. I pack my school bag. طبعا قلنا bag يعني يرتب حقيبة المدرسة. Then I walk to school. Then I walk to school. My school isn't far. My school isn't far. So I arrive at my school early. So I arrive at my school early. طبعا ده نص الباراجراف، بقيته I am so clever at school. I am so clever at school. I always get the full marks at school. I always get the full marks at school. My teachers love me. My teachers love me. I get home at 2 o'clock in the afternoon. I get home at 2 o'clock in the afternoon. I have lunch at 3 o'clock. I have lunch at 3 o'clock. In the evening, I do my homework. In the evening, I do my homework. In the evening, I do my homework. I watch TV. I watch TV. طبعا ما ننساش نحطه في الاستوب ونبدأ جملة جديدة. I text my friends. I text my friends. I read on the sofa. I read on the sofa. Then I go to bed at 10 o'clock. Then I go to bed at
10 o'clock. As I do these things every day. As I do these things every day. My mom is always happy. My mom is always happy. My father is so kind to me. My father is so kind to me. My father and my mother are proud of me. My father and my mother are proud of me because I am so clever at school and so helpful at home. I am so clever at school and so helpful at home. طبعا ده الباراجراف بتاعنا، عايزاكم read it، اقرأوه، تكتبوه الأول وتحفظوه sentence by sentence، وتستخدموا فيه الفعل I لأن أنا بتكلم عن نفسي، والverb في صيغة الانفينيتيف مصدر الفعل. طبعا النهاية زي ما بدأنا بالحديث ننهيها بالدعاء. اللهم استودعك ما أتعلمه فرده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسينه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يشترك. طبعا كلنا نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل الجرس ولايك وشير، عشان ان شاء الله كل ما يجينا او يقابلنا باراجراف في المنهج الجديد ننزله، وان شاء الله نحفظه مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.